رجعنا من حضراتكم بعد الاستراحة. أنا بقى دهنت بالحاجات الحلوة اللي احنا قلنا عليها دي، البيضة مع شوية اللبن مع شوية القهوة سريعة الذوبان مع الفانيليا، هندخلهم الفرن بقى على حرارة 180. بسم الله. وهنسيبهم بقى لما يبقوا مرتفعين وشكلهم كده حلو معانا. أنا رشيت بس رشة سكر على الوش. طيب تعالوا بقى دلوقتي نشوف طبعا شكلهم لما طلع بيبقى جميل. فطاير حلوه جدا على فكره. الولاد يحبوا الحاجات دي، وحاجات بيتي معجونه باللبن وعايزين تحشوها بقى، حطوا زبيب، حطوا قطع شوكولاته، اعملوا اللي انتوا عايزينه. يعني دي حاجه في الاخر ترجع لحضراتكم. يعني كل واحد اكيد ادرى بولاده وبيته بيحبوا ايه، ممكن يعني نحببهم في الوصفه الجميله دي. طيب النهارده هنعمل وصفه برده سريعه. احنا يمكن قبل كده عملنا الكاسترد كتير جدا، عملناه كذا مره، اللي هو الكاسترد البلدي بتاعنا العادي اللي 2 صفار بيضه ولتر لبن وثلاث معالق كبار من النشا والفانيليا. النهارده احنا هنعمل وصفه الاكلير، بس هنعمله اللي هو بيتعمل بيه فصلتيني يا ندى. بيتعمل بيه البروفيترول. بنعمل بيه بروفيترول وبنقدمه في كاسات وبنحشيه بقى اما شوكولاته او الكاسترد اللي احنا بنعمله، او الكاسترد ده بناخد منه جزء نحشيه اصفر وجزء نحشي بيه نحط عليه شوكولاته خام او مذابه ونقلبه مع الكاسترد فيبقى الحشو الجميل ده. دول اختيارين للحشو. انا النهارده هعمل العجينه لان هي مهمه قوي. بصوا هو طبعا يعني في البيت انضف واجمل بكثير جدا عشان تاكلوه حاجه حلوه وتكون طازه. وتقدروا تحتفظوا بيه لو عاملين كميه في الفريزر، اعملوا اللي انتوا عايزينه، حاجه بيتي يعني. احنا النهارده هنعمل بس العجينه بتاعته ونقول التكنيك بتاعها لان هي بسيطه بس مهم ان احنا ايه نعرفها لباقي اصدقائنا اللي طلبوه مننا. تعملوا بقى منه كاس كبير كده وتقدموه لضيوفكم، تعملوا منه الحاجه اللي انتوا عايزينها، مفيش مشكله. انا بقى دلوقتي هاخد كده اول المقادير بتاعتنا. تعالوا بقى نقول مقاديرنا بسرعه وبعدين نشتغل في العجينه. بسم الله. عندي ليه كرات الاكلير، هعمل الاكلير كرات اللي ممكن نعمل منها زي ما قلنا البروفيترول. عندي كوبايه ميه، نص كوبايه من الزبده، هو بيليق معاه قوي الزبده كطعم لو انتوا بتحبوا بقى حاجه بيتي حقيقيه، لكن الزيت يمشي برضو، الزيت يمشي ما ينفعش سمن. طيب معلقه صغيره سكر، كوبايه دقيق، 4 بيضات. البيض لو كبير هيبقى 4 بيضات تمام، لو البيض صغير ممكن ياخد 5 بيضات على حسب العجينه وهوريكم ازاي. الحشو عندي نص كوبايه سكر، 5 معالق كبار دقيق، معلقتين كبار من الكاسترد، 3 كوبايات من اللبن، معلقه ونص زبده وفانيليا. انا بصراحه يعني ايه عايزين تستخدموا الكاسترد الجاهز برده سهل، عايزين تطعموا الكاسترد الجاهز وتحطوا عليه شوكولاته ماشي، او شوكولاته قابله للدهن ماشي، زبده لوتس برده ماشي، اللي انتوا عايزينه. طيب انا هبدا كده اخد الاول الميه، احنا عندنا كوبايه من الميه، خليني اخد بس الميجر الصغير. طيب هعاير بده، اخد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هنحط كده حاجه بسيطه، مش هنعمل كتير، انا مجهزه عجينه اصلا. وطبعا عندي الفانيليا الخام، مهمة قوي الفانيليا. ما تيجي نحط البيض بقى هنحطها. طيب تعالوا بقى، عندي هنا الدقيق وعندي الزبدة، هنحط الزبدة، مهمة قوي في الأول هنا بقى كمان مع المية والزبدة رشة الملح. سيبوها بقى لما تسيح وتدوب تماما والخليط ده يبدأ إيه يغلي معايا، يغلي معايا هروح إيه ضايفة الدقيق إن شاء الله على طول. شايفين كده؟ يبقى قلنا ينفع الزبده وينفع الزيت، مفيش اي مشكله. الزبده بتدي طعم رائع، حاجه بيتي. الزيت بيبقى هش وجميل اللي مش عايز يستخدم ماده دهنيه تقيله يعني. انا بستخدم زبده نيوزيلندي، ما بستخدمش زبده يعني نباتي. طبعا الناس اللي حابه نباتي عشان اسباب صحيه ده موضوع تاني. في انواع كويسه جدا. يغلي بقى. عايزه اقول لكم احنا هنحشي كاسترد، والكاسترد ده طبعا مفيد لان احنا هنعمله من البيض وهنعمله من اللبن،
فهو مليء بالكالسيوم وبيدي احساس جميل بالشبع وعلاج كويس لنحافه الاطفال. الاطفال بتبقى كده بيعملوا من الكاستر ده، بيبقى كده كوبايات صغيره بتحط في الثلاجه مع المهلبيه دايما، فاكرين المهلبيه بتاعت زمان؟ بيبقى كده بيدينا طاقه. بصوا اول ما تبدا تغلي تغلي تاني، يبقى حطينا الزبده، حطينا الميه، حطينا رشه الملح، هنحط دلوقتي كوبايه الدقيق مره واحده باذن الله، بسم الله، وهنبدا ايه نخلط كده لما الخليط ده يتماسك معانا. خليني بس بقى انزل الايه الويسك من هنا، وهاخد الاسباتشولا بقى، اسباتشولا كده جامده زي دي كده، ونبدا ايه نقلب كده اهو، شايفين ازاي كده. هوريكم برضو درجة السوى بتاعتها، انا حبيت اعملها في وعاء كده عشان حضراتكم تشوفوا. بصوا كده، بصوا العجينة دي بقى المفروض نبردها شوية قبل ما نضيفها البيض، فانا هبردها في العجان عشان كده انا حبيت استخدمها، لكن ممكن تتعمل بالايد عادي. شايفين العجينة بقت عاملة ازاي كده عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات، شايفين. هبدأ اسوي كويس لحد ما تحسوا القاع بتاع البان نفسها بقى عامل قشرة كده، القشرة الخفيفة دي هو انه بدأ كده استوى كويس. لازم اسويه كويس، شايفين انا يعني بعملها ازاي كده عشان يستوي كويس، يطلع بقى هش مع حضراتكم وجميل. اهم حاجه بقى في درجه حراره الفرن، اولا اللي تفتحوا عليه فرن ومش اول ما تشوفوه عالي تروحوا فاتحين، غلط جدا هيهبط، لازم تدوله وقته، تسيبوه من بعد ما تطفوا الفرن 5 دقايق موجود جوه الفرن ما تلمسوهوش، وبعدين نفتح بالراحه ونبدا نطلعه. خلاص بصوا كده، شايفين ازاي اهي. تعالوا بقى ناخد الخليط الحلو ده ونروح فين؟ نروح على العجان. انا عايزه ابرده بس عشان انا ايه الوقت عندي، فانا اسمحوا لي هبرده وانا مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد كده ايه العجينه هنا، دي اسمها عجينه الشو اهي، وابرد شويه وبعدين نبدا نضيف البيض بيضه بيضه. بسم الله. معايا الفانيليا ومعايا البيض، هضيف بيضه بيضه، كل بيضه تتشرب احط اللي بعدها على طول. البيض بقى في البيت نسيبها تبرد براحتها افضل، وبعدين نشتغل فيها، بس لازم تغطوها كويس عشان ما تعملش قشره، فلازم يبقى الغطاء او البلاستيك راب لازق عليها. نقلب كويس جدا، خليني ابص مع حضراتكم عشان لازم انزل من الجوانب بسباتولا علشان لو في الجوانب في حاجه ما اختلطتش كويس تختلط صح، لازم كده استنى بس تتشرب كويس وتختفي وبعدين احط اللي باقي. بسم الله. بص بص اخيره، شايفين
هنحط بقى الاخيره وهننزل الجوانب برضو عشان تبقى خليط تمام اهو. عايزينها بقى تديكم نتيجه احسن، سقعوا بقى الخليط ده شويه في الثلاجه قبل ما تشكلوه في جيب الحلواني. يا سلام هيطلع رائع. بسم الله. هجهز الصاج وايه احط عليه ورقه صغيره من ورق الزبده. لو عندكم سيليكون شيت ماشي، ما عندكوش هيبقى الورق الزبده وهندهنه. لازم هندهنه زيت او زبده. تمام. الحمد لله. العجينة ممتازة ممتازة. هاخد بس اخر خلطه كمان وتبقى تمام. تعالوا بقى بصوا ودي حضرتك شايفين الشكل الجميل ده. تعالوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم الاسباتيولا هنا. اسمحوا لي بقى ايه انا هنزل ده كده عشان اشتغل مع حضراتكم. بسم الله نوريكم بقى التشكيل. بسيط وسهل جدا ما فيهوش اي حاجه اهو. بصوا العجينه انا بقلبها كده، شايفين العجينه عامله ازاي اهي لينه كده وجميله. هاخدها بقى ممكن احطها في جيب الحلواني. عندي كده جيب اهو عشان اشكل منها، وممكن لو عندي البلبله ماشي، مش عندي البلبله مش هيفرق والله. عايزينها يبقى فيها خيوط اللي هي خطوط دي ماشي، هنعملها بلبله زي دي. بصوا حاجه واسعه كده. لو هي مش موجوده خلاص يعني ممكن اعملها بالواسع ده، وممكن ايه اعملها من غير خالص. انا دي معموله من غير. بصوا بقى هاخد كده بسم الله الرحمن الرحيم. العجينة خليني بس أقص هنا عشان أطلع البلبلة دي. بسم الله. بصوا بقى ممكن قوي تعمل كده. طبعا لازم نقطة مية تبقى لازم دي تنزل بمية. هنبططها خالص. بصوا بقى لما تسقعوها هوريكم الشكل التاني. ولو دي بلبله صغيره بصوا لما بتسقع دي من غير بلبله خالص اهي اهي. البوز بقى اللي بيطلع ده عشان دي جامده، دي عجينه ساقعه. خلوا بالكم لازم انزله كده اهبطه بايدي، يعني احط ايدي صباعي في ميه واعمل كده خلاص فتطلع عامله كده زي ما حضراتكم شايفين. بصوا كده اهي. لا هي بتعمل البوز ده لازم طبيعي، ده طبيعي بروح بالميه كده منزلاه بس حاجه بسيطه. شايفين ازاي اهي دي جامده بقى، دي ساقعه. الساقعه دي بتبقى رائعه جدا. يعني بحاول قدر الامكان ما تعملش البوز ده قوي، بحاول ابططها بيه كده عشان لما تستوي كده تمام هتطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده.
بعد ما تدخل الفرن على حرارة 180 على الشبكة في النص. هقفل عليها لمدة مثلا 15 دقيقة لحد ما تبدأ تنتفخ وتاخد اللون الذهبي الحلو، تطلع بالشكل ده. بس طبعا برضو هطفي الفرن، هسيبها 5 دقايق وبعدين اطلعها. هتطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، هتتبسطوا بيها جدا. وبصوا اهو شايفين، افتحوا بقى كده شايفين، بصوا العجينه مفرغه وجميله ازاي اهي. نحشي بقى بالحشو ده، ده حشو جميل كاسترد اهو مثلا، اهو الحشو اهو. وبصوا بقى لما هاخد الحشو ده اقدر احطه بقى واحط عليه صوص الشوكولاته زي اللي احنا مقدمينه في العرض هناك، هيبقى رائع. قدموه بقى في كاسات صغيره كده مع الصوص ده وسيبوه يسقع، هتاكلوه بالهنا والشفا ان شاء الله، يعجب ضيوفكم جدا. طبعا اسمحوا لنا بقى بعد ما خلصنا المخبوزات الجميله دي والحلقه اللي كانت حضراتكم طالبينها بس ب يعني مقادير اقتصاديه، اتمنى تكون نالت اعجابكم. اسمحوا لنا نستعد علشان استراحه ونطلع وننتقل الى الفقره الطبيه في انتظار حضراتكم بعد الاستراحه.